بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يوسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات بسيطه لذيذه، يا ريت تقوموا تعملوها، حلوه قوي. بس قبل ما نبدا عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه حياه تي في اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، عشان تبعتوا لنا كل اللي انتم عايزينها عليها، واحنا طبعا عارفين ان احنا بنلبي كل رغباتكم. او كلمونا على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017 3855-0017. يلا بينا نبدا ونعمل فطيره حلوه قوي، هنشوف مقاديرها وبعد كده نرجع نعملها مع بعض. فطيره بالفراخ ولذيذه قوي، طعمها حلو جدا وهتفرد معانا، وهنشوف هنعملها ازاي. مقاديرها بسيطه، اول حاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره ومعلقه سكر ومع علبه زبادي صغيره و3 معالق من الزيت، وكمان عندنا ميه للعجين. وبعدين اللي هيبقى التوبنج صدرين فراخ متقطعين مكعبات، ومعلقه زعتر، معلقه روزماري، ومعلقه صويا، ورشه بابريكا، وكمان معلقتين من الزيت. تمام كده زي الفل. اول حاجه عايز اقول لكم بقى ان احنا طبعا برعايه تاتش الزنوكي هنعمل ايه دلوقتي، هنوريكم العجان بتاعنا واحنا بنعجن بيه، وطبعا حاجتهم ادواتهم الكهربائيه ممتازه زي ما انتم عارفين. بسم الله كده هنحط كل المقادير مع بعضها اهو، الدقيق مع الزيت مع الزبادي مع السكر، كمان الخميرة، وأخيرا شوية ملح. هنخلط ده الأول مع بعضه، وبعد ما يتخلط مع بعضه شوية هنضيف عليه المية شوية بشوية. طبعا عايز اقول لكم طبعا ان احنا حطينا كل المقادير مع بعض بطريقه هتعجبكم جدا، لان الموضوع سهل، وكمان العجينه هتشوفوها دلوقتي عامله ازاي، يعني عجينه هتبقى يعني لذيذه كده وطريه وجميله، واكيد هتقوموا تجربوها هتعجبكم. الوصفه دي تعتبر وجبه متكامله، فيها نشويات وفيها بروتين، يعني فيها نشويات وفيها بروتين، كاني باخد اي ساندوتش، او كمان باخد قطعه بيتزا، باخد اللي انا عايزه. هل ممكن يا شيف يسري نضيف عليه وشها جبنه؟ دي حاجه ترجع لكم. هل ممكن نضيف عليها صوص من الصوصات؟ ممكن نخترع كده صوص بسيط ونضيفه على وشها لو انتم حابين، يعني الموضوع في الاخر وفي الاول في ايديكم انتم. طبعا ننزل هنا مع بعض الحروف دايما بتاعه الدقيق من فوق، الخليط شايفينه عامل ازاي؟ غني. بعد كده هنضيف عليه شويه من الميه مش كتير، ونرجع تاني ننزل الحروف لغايه ما العجينه تلم معانا. العجينه بتبقى ناشفه شويه؟ لا خالص، العجينه بتبقى شويه طريه، مش بتبقى ناشفه خالص، هوريكم شكلها بعد ما تتخمر عامله ازاي. العجينه شايفين بدات تلم معايا، هزود شويه كمان اهو، ومع بعض كده لغايه ما العجينه تطلع معانا، وهوريها لكم شكلها عامل ازاي. زي ما قلت لكم عجينه حلوه قوي، وكمان زي ما بنقول اما بتتخمر بتبقى احلى. العجينه بدات تلم، هزود شويه كمان ميه صغيرين، انا بزود معلقه صغيره بمعلقه صغيره ليه؟ علشان تشوفوا في الاخر العجينه بتاعتنا عامله ازاي. تمام كده العجينه طالعه معانا فله، هطلعها دلوقتي بس بعد ما ازود السرعه شويه واسيبها تتاح، يعني تتخدم معانا شويه اهو. تمام، نطلع العجينه دلوقتي، نطلعها دلوقتي مفيش مشكله خالص، واوريكم شكلها عامل ازاي، عجينه روعه الروعه. طب يا شيف يسري انا استعمل العجينه دي في ايه تاني؟ يعني في اي مخبوزات انت عايزينها مفيش مشكله خالص، عجينه حلوه جدا واهي طريه حلوه رائعه، بنلمها كده اهو. بعد ما لمناها كده هنحطها في بوله ونسيبها تتخمر بتاعتنا العجينه اهو، روعه، عجينه حلوه قوي، وبعدين طريه مش جامده قوي مش ناشفه. وهناخد كده البوله بتاعتنا ونحطها فيها اهي، ونغطيها ونسيبها تتخمر، بتبقى بالشكل ده، شايفين ده بالشكل ده. طبعا هي اتخمرت، خدت تخمير كويس. بعد كده هنعمل ايه؟ هنفردها في صينيه،
يا اما فيها ورقه زبده يا اما فيها سيليكون يا اما ما فيهاش حاجه خالص بس ندهن شويه زيت تحت. يا ام علي صباح الخير. صباح الخير. اهلا بحضرتك. اهلا يا شيف. شكرا جزيلا على كل اللي بتعمله معانا. انا اللي بشكر حضرتك على تليفونك الجميل. الله يوفقك ويجازيك كل خير يا رب. تسلمي يا ام علي، ربنا يخليك. تسلمي. الله يخليك يا شيف. بس عايزه اسالك، عايزه اسوي البتنجان والبصل والثوم بطريقه سهله، يعني يكون سهل علي. حاضر. عايزاك بقى تقول لي ازاي. في طريقتين نشوي بيهم البتنجان، بس يعني لو احنا عايزين نشوي بسرعه افضل، يعني هنشوي البتنجان على النار مباشره من فوق، يعني هنولع البوتاجاز ونحط كمان عليه البتنجان وكل شويه نقلبه لغايه ما يستوي معانا. اما بقى البصل والثوم فهنجيب ورقه من الالومنيوم جواها ورقه زبده وهندهنها بزيت ونحط نقسم راس الثوم مثلا نصين، نحطهم كده مقلوبين ونقفل عليها ورقه الزبده مع ورقه الالومنيوم. وكذلك البصل، لو البصل بقشره مفيش مشكله ما نحطوش ورق الزبده خالص وندخله في الفرن يتشوي معانا ببساطه خالص واسهل بسيط. بعد ما بيطلع الثوم بضغط عليه يطلع لي فصوص الثوم مستويه وطريه جدا، والف هنا وشفا واحنا سعداء بسماع صوت حضرتك. قبل ما نعمل اي حاجه خالص هنروح نشغل البوتاجاز بتاعنا علشان خاطر تسخن معانا الطاسه ونشوح الفراخ تشويحه. ما بسويهاش، يعني انا ما بسويش الفراخ خالص. ليه؟ علشان لسه هتخش الفرن تكمل تسويتها، لو انا حطيتها مستويه خالص هتنشف معايا. حلو قوي كده. هنحط على الفراخ الحاجات بتاعت التتبيل دي اللي هي زي ما قلنا شويه من الزعتر، شويه من الروزماري، وكمان شويه بابريكا وملح وفلفل وشويه صويا صوص بس كده. اهو بابريكا شويه صغيرين وعليهم شويه زعتر وروزماري، تمام، وكمان زي ما قلنا شويه ملح اهو، وشويه من الصويا، وناخد بقى كل ده نخلطه مع بعض. ليه بقى نخلطه مع بعض؟ علشان خاطر اللون بتاعنا يطلع كويس قوي، وكمان في نفس الوقت يعني نقفل المسام بس، يعني كمان احنا مش عايزينها تستوي على النار، احنا بنعمل لها كده الحركه دي زي ما انتم شايفين كده ونسيبها شويه. طب انت شفت شويه زعتر يا شيف يسري وشويه من الروزماري، ليه؟ هنقول كل حاجه قدامكم بتفاصيلها. تمام. هنا اول ما تسخن الطاسه بتاعتي هنشتغل مع بعض. هاخد بس هنا نقطتين زيت وندهنهم اهو بالفرشه. يا استاذه حنان اهلا بحضرتك. الو عامل يا شيخ؟ الحمد لله بخير والله. عامل ايه؟ كويس الحمد لله بخير طول ما بسمع صوتكم. الله يخليك. ممكن اسالك سؤال يا شيخ؟ اتفضل يا فندم. بص يا شيخ، انا بعمل البسبوس على طول بتنشف مني. حاضر هقول لك. حاضر. على طول بتبقى مشققه على الوش. ولا ايه يا فندم؟ الشربات مش بيرضى يشرب البسبوسه. البسبوسه مش بترضى تشرب الشربات. حاضر. بتطلع ناشفه يا شيخ. بتطلع ناشفه. حاضر حاضر من عينيا. حاضر حاضر. بس دلوقتي يرد عليك دلوقتي حالا ان شاء الله واحنا شغالين قبل ما ناخد الفاصل حتى. بصوا بقى، او بس عايز اوريكم العجينه عامله ازاي. اهي اهي شايفينها عجينه مخدومه صح ومتخمره صح. برفعها وناخدها كده نفردها جوه الصينيه بتاعتنا، نفرد كمان، تمام كده، نفرد ما تخافوش لغايه ما تملى معانا الصاج بتاعنا او الصينيه بتاعتنا. عايزين اقول لكم حاجه، عايز تحط على وشها زيت عادي مفيش مشكله، احنا قايلين معلقتين زيت. عايز تحطه على وشها زيت زيتون يكون افضل، لو عندي شويه زيت زيتون بس اي نوع من انواع الزيوت ينفع معاه. انا بفرد اهو لان العجينه مخدومه صح الصح بتطلع معانا من غير مردنه، من غير نشابه، من غير اي حاجه خالص بالايد، بتفرد معايا في الصينيه كلها زي الفل اهو. حلو تمام. طيب واحنا بنفرد كده عايز اقول لكم على احلى بسبوسه واحنا عملناها قدامكم وطلعت ممتازه. هنجيب نص كيلو من دي السميد او دي السمولينا، عليه كوبايه ونص من السكر، نقلبهم مع بعض نركنهم على جنب، كوبايه كبيره من اللبن، عليها ثلاث ارباع كوبايه سمنه، احطهم على النار يا دوب يدفى شويه يسيح السمنه ما يبقاش سخن. بعد كده باخد معايا الخليط
الجاف احطه على الخليط السايل مع جنوش، اقلبه تقليبه واحده، تكون عندي الصينيه بس الفرن يكون قبلها سخن، تكون عندي الصينيه بتاعتي بدهنها شويه سمنه، بعد ما بدهنها شويه من السمنه افضي فيها الخليط واسويه بايدي كده، هيبقى الخليط شويه طري مش ناشف، ادخل الفرن هي بتستوي معايا، بجيب كزرونه على النار بحط فيها كوبايه ونص من الميه وكوبايتين من السكر، اول ما تغلي اعصر عليهم نص ليمونه واسيبها على النار، على نار هاديه لغايه البسبوسه ما تطلع معايا لونها الجميل الوردي ده، اقوم صابب عليها نص الخليط، تشربها صب عليها نص الخليط الثاني، هتطلع طريه وجميله والشربات هيتشرب وكله هيبقى فله. واحنا طبعا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فمحتاجين البسبوسه ومحتاجين حاجات هنعملها لكم ان شاء الله، ان شاء الله في رمضان حاجات كتير قوي مفاجآت ليكم. صباح الفل يا ام طارق. صباح النور، ازاي حضرتك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك يا ام طارق، ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك ليا، تسلمي لي، يكبر بخاطرك، ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك. الله يبارك لك. انا عايز اسال على عجينه الكانيلوني، هل هي نفس عجينه الكريب ولا مختلفه؟ حاضر، من عينيا هقول لك على تفاصيل. يعني بس بعد ما افرد العجينه، شايفينها كده فردناها اهي، كل الصينيه فردنا فيها، حلو قوي. هناخد بقى معلقه من الزيت كده على الوش وندهنها بايدينا، ما تخافوش، ونعمل فيها فتحات كده. تمام تمام. بعد ما عملنا الفتحات دي، فاكرين شويه الزعتر اللي كانوا عندنا وشويه الروزماري، ونوزعهم بايدينا برضو. حلو قوي، الله ينور عليكم، الله ينور يا سريج جمال ده. تمام، الله ينور طبعا على الاساتذه. وبعدين الصينيه بتاعتي او الطاسه بتاعتي على النار بدات تسخن، زي ما قلت لكم مش هسوي الفراخ في الصينيه بتاعتي او في الطاسه كتير، يا دوب انا هشمعها، يا دوب تاخد تقفل المسام بتاعتها. هنحط شويه من الزيت، وبعدين نحط الفراخ بتاعتنا ونقلبها تقلبتين بس. كل ده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو بكل تفاصيله، وانا طبعا مش عايز اخلي اي تفصيله تضيع منكم. تمام. حد يذكرني بس بالسؤال اللي كان اتقال، معلش. اهو شايفين الفراخ، مفيش اي مشكله خالص اهي، يا دوب تقفل معايا المسام، وبعد كده هروح احطها فوق العجينه، وبعد ما نحطها فوق العجينه هندخل الفرن، تخش الفرن تكمل تسويتها. لو انتوا باصين هنا على العجينه بترفع، لان متخمره صح، مخدومه صح، فيها كل شيء معمول صح. بصوا العجينه بمجرد ما بسيبها شويه بترفع اهي اهي، شايفين؟ وكمان اما بعمل بصباعي كده بتهمل الفتحات دي. الفتحات دي ليه يا شيف يسري؟ عشان قطع الفراخ تيجي جواها. السؤال بقى اللي كان، بس قبل ما ناخد السؤال ناخد معانا ام محمد. صباح الفل يا ام محمد. الو، انا ازيك يا شيف يسري؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك. ممكن حضرتك توطي التلفزيون اسمعينا بالتليفون؟ حاضر. تسلميلي تسلميلي يا رب. اتفضلي سمك. كنت عايزه حضرتك اشوف العجينه، انا ما شفتش العجينه. انا اي حد. تسلم عينك. هنزل لك المقادير حالا دلوقتي وانت معانا. حاجه تانية؟ شكرا. بشكر حضرتك. اهي اهي عجينه روعه الروعه. هنيجي برضو نقلب شويه كده. انا بقول مش هنسوي الفراخ، يا دوب نقفل مسامها كده ونحطها فوق الخليط بتاعنا. بصوا بقى زي ما قلت لكم، عايزين بعد ما تستوي حط لها اي صوص. يعني في هنا اختراع صوص اهو، معلقتين مايونيز على معلقتين كاتشب على معلقه هوت صوص على شويه عصير ليمون وشويه ملح، بس كل الحاجات المتبقيه عندي. عايز ارش على وشها شويه جبنه، مفيش مشكله خالص. عايز احط عليها اي حاجه انتوا عايزينها برده مفيش اي مشكله. خلاص اخر تقليبه اهو. بالنسبه بقى للكانيلوني، طيب الكانيلوني العجينه بتاعته الاساس، العجينه بتاعته الاساس هي كيلو من الدقيق، 9 بيضات، معلقتين زيت زيتون وشويه ملح. بنعجنها وبعد كده بنفردها في مش المكنه اللي هي بتفرد دي. بعد كده بجيبها على السمك اللي انا عايزه واقطعها حوالي 6 سم في العرض بتاع الكانيلوني ده، او 7 سم زي ما انا عايز.
الحشوة عندي جاهزة، بقوم حاشي فيها على الني أو بنزلها في مية بتغلي فيها شوية ملح وشوية زيت لمدة دقيقتين ثلاثة، وأطلعها على مية باردة وما أحطهمش على بعض عشان ما يلزقوش. ده أساس العجينة. تمام. لو أنا عايز بقى الكريب، في ناس كتير قوي بتعمل الكريب وبتحشيه ويبقى زي الكانيلوني بالظبط، ما فيش أي مشكلة يعني، ده أو ده يمشي، بس أنا حبيت أقول أساس العجينة بتاعة الكانيلوني. بنقلب أو بنفرد ده، تمام كده، نفرد ده كده تمام، ونضغط عليه ونجيب في الحروف كده اهو، وناخدها ندخلها الفرن تستوي معانا. تاخد وقت قد ايه؟ ولا حاجه خالص يعني، على بال ما تستوي معانا. هقول لكم على حاجه دلوقتي، ندخلها فرن تاتش بتاعنا وبعدين نقول او نجيب مقادير العجينه، مفيش ادنى مشكله. تمام اهو، نروح على الفرن وان شاء الله هتستوي معانا قبل ما نخلص الحلقه ان شاء الله. تمام، بسم الله، خلاص نسيبها كده براحتها، وبعدين نرجع نجاوب على السؤال بتاعنا بتاع العجينه اللي محدش سمعها معانا او ما خدش باله منها. 3 كوبايات من الدقيق، معلقه سكر، معلقه خميره، معلقتين 3 معالق من الزيت، وكمان شويه من الميه، وبنحط عليهم كل المقادير دي، نخلطها مع بعض، وعلبه زبادي صغيره، علبه زبادي صغيره، نقلب كل الخليط ده مع بعض وننزل عليه ميه شويه بشويه لغايه العجينه زي ما قلت لكم بتبقى عجينه شويه طريه ما بتبقاش ناشفه قوي، تطلع معانا بالشكل اللي احنا عملناه زي ما قلت، ونخدمها تبقى روعه الروعه. تمام كده؟ تعالوا يا ام كريم. صباح الفل. صباح الفل على عيونك، الله يخليك يا ام كريم. صباح الفل عليك يا شيخ يسري، ربنا يبارك في عمرك. أنا بحب أطمئن عليك وبحب أصبح عليك وبحب كل حلقة أتفرج على البقاء. أنا عندي 67 سنة على فكرة، بقعد. ربنا يخليك، ربنا يخليك، تسلمي لي يا أم كريم. ربنا يخليك يا شيف يسري. وأنا طبعا ببعت لكل أهل اسكندرية سلام خاص، كل سنة وأنت طيب، وتسلم إيديك اللي بتعمل وحضرتك طيبة. الله يخليك يا أم كريم، والله كلامكم على راسي، تاج على راسي. بمناسبة اسكندرية، أنا كنت هناك امبارح، ايه الجمال ده، ايه الناس الجميله الحلوه اللي قابلتنا امبارح دي، يعني عايز اشكرهم سلام خاص. بقالنا 3 ايام بنروح اسكندريه، كل سنه وانتم طيبين. هستاذنكم ناخد فاصل سريع، ما حدش يروح في اي مكان، لما نرجع هنعمل الصوص وهنعمل كمان فطيره بسيطه بشويه كبده فراخ، حاجه جميله قوي. بعد ما نرجع خليكم معانا، ما حدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي هتلاقوه دايما مع الشيف يوسف، برنامج مطبخ الحياه. بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا فطيره بالفراخ حلوه قوي بتستوي في فرن تاتش، وكمان هنعمل دلوقتي حاجه بدقيق السمولينا اللي هو دقيق السميد، فطيره تانية ولكن بكبده، كبده فراخ. شيف يسري، هو مش الدقيق ده بنستعمله بس في الحلويات؟ ما انا عشان كده هنعمله في حاجه تانية مختلفه، حاجه حادقه. عايز ابص على الفطيره اهي، بدات تستوي معانا اهو، بصوا بقى الشكل جميل. هنقفل وبعد كده نروح تاني علشان خاطر نعمل مع بعض الفطيرة بدقيق السمولينا. عندي مقادير هتظهر قدامكم على الشاشة وهنقول لكم هي ايه بالظبط. اول حاجة ربع كيلو من دقيق السمولينا، ربع كيلو من دقيق السميد او السمولينا، ومع 4 معالق من الزبدة، وربع كيلو من الجبنة المبشورة، اي نوع جبنة مبشورة، ويفضل الجبنة الرومي. وكمان عندنا صفار بيضة، وعندنا بقى مقادير الكبدة اللي هنقليها، كوبايتين من المرق. عندي كمان المقادير الكبده، نص كيلو من الكبده متنظفه، 3 ثمرات من الفلفل، وبصلايه، فصين ثوم، معلقه بهارات، نص معلقه من الكمون، 3 معالق من صلصه الطماطم، ونص كوبايه مرق، ورشه شطه. يلا بينا، يلا بينا. اول حاجه هناخد علشان نسوي مع بعض دي السمولينا، هناخد الزبده والدقيق. احنا بنسويه خالص لغايه ما يتحمر؟ لا، يعني زي ما بنقول كده بنطلع منه الرطوبة الموجودة جواه. 4 معالق الزبدة يدوب يدوبوا كده، ننزل عليهم على طول بدقيق السمولينا اهو، تمام، ونقلب، ما نسيبهمش بقى عشان ما يتحرقش معانا. بعد ما يستوي كده شوية، او بدأ يبقى لونه اصفر شوية، يعني زي ما بنقول كده
لونه بيج مش بني. هنفضل معاه كده لغايه ما يدوب، وفي نفس الوقت هنيجي هنا نسوي الكبده بتاعتنا. ازاي؟ ناخد شويه من الكبده، تعرفين ان الكبده بتاخد وقت قليل قوي في التسويه، فعشان كده هنسوي هنا الكبده وبعد كده نسوي الخضروات بتاعتنا. شويه زيت وعليها الكبده مباشره. تمام، هنحط عليها بس البهارات بتاعتنا، وهنحط عليها كمان شويه الثوم فقط، فهنجيبهم هنا جنبنا. وبعد كده الخضروات بتاعتنا هنعمل فيها ايه؟ هنسويها في كزرونه ثانيه او في طاسه ثانيه. نقلب برضو عشان ده يفضل لونه باللون اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يا استاذ فارس. اهلا بيك يا فارس، صباح الخير. صباح الخير حبيبي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا فارس؟ كويس. عندي 11. طب يا ريت توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون يا فارس، الله يخليك. الو. طيب الو، اتفضل يا حبيبي سامعك. عايزين نعرف البيتزا بالمشروب. حاضر، من عينيا من عينيا. حاضر، بعد ما حطينا كده البهارات، وهنقول برضو البيتزا معانا بعد شويه، بس نقلب. شايفين دي السمولينا مع الزبده؟ انا مش عايزه يتحرق، فكل شويه بقرب اهو، ونيجي هنا نقلب بقى مع البهارات اللي احنا حطيناها وزودنا شويه ملح، ونسيبها لغايه ما تستوي كمان معانا شويه اه. وبعد كده نرجع نقلب. شايفين التقليبه دي؟ هي معايا اللي انا عايزها، يا دوب يطلع الرطوبه الموجوده في دي السمولينا. تمام، لسه عندي مكونات هضيفها، ما تستعجلوش. يا حاج جمال اهلا بحضرتك. السلام عليكم يا باشمهندس يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب يا رب، والسنه الجايه اكون في مكه يا رب. احنا وانت يا رب، يا رب يديك الصحه ان شاء الله. والله حبيت اقول لك بس كل سنه وانت طيب، انت والاستاذه نانسي والاستاذ المخرج والمصور وكل القائمين كلهم بيسلموا على حضرتك. والله يا حاج جمال، والله انت يعني ممتعنا باكلاتك، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وانت مش مخلينا يعني بشكرك يا حاج جمال، ربنا يخليك ليا. بشكرك يا حبيبي، تسلم لي تسلم لي، وكل سنه وانت طيب، ودايما كده نسمع صوتك. طيب احنا كده بنقلب اهو، ياخد بس زي ما شايفين اللون اصفر شويه اهو، هو ده اللي انا عايزه. والكبده معايا اهي برضو بدات تخش في التسويه، واحده واحده، احنا مش مستعجلين. هنيجي هنا بقى ناخد المرق بتاعنا ونضيفه، سامعين الطشه دي؟ حلو قوي، ونقلب حلو كده لغايه ما تتشرب. هي اتشربت كده بالشكل ده، اضيف عليها الجبنه دفعه واحده، ونقلب كله مع بعضه. بعدين هنعمل ايه؟ لازم تبرد معانا شويه بعد ما الجبنه تختلط معانا كده اهو. بعد الجبنه ما اختلطت معانا كده وتشربها كل الخليط اهو، شايفين؟ هنروح نحطها في العجان بتاعنا يخليها تبرد شويه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يا استاذه هاله، ازي حضرتك يا شيف يوسف؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك وحضرتك طيبه وبخير دايما يا رب. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده متعنا باكلاتك الجميله. اشكرك، ربنا يديك الصحه يا رب، ما تخليش منكم ابدا. الله يكرمك. انا كنت بس عايزه من حضرتك صينيه الرقاق، انا عملتها ورا حضرتك مره يعني زمان، وطلعت تحفه. لا عشان حضرتك اللي عملتيها. الله يكرمك، الله يخليك. لا طبعا ده عشان خاطر عملتها زي حضرتك. ربنا يخليك، تسلمي تسلمي. الله يخليك يا شيف، الله يخليك. مش كتير هقول لك عليها، حاضر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعملها في رمضان، بس هقول لك عليها دلوقتي. حاضر، عينيا. حاضر حاجة. طيب كده هنرفع ده كده، ونحط الخليط مره واحده اهو عشان نخليه يبرد شويه. وبعدين عندي فورمه عشان يطلع شكله حلو اهو. هو كده مستوي؟ اه طبعا كل حاجه مستويه. نشغل شويه، حلو قوي كده. نقلب براحتنا، ونيجي برده كمان واحنا موجودين هنا نسوي بقى الخضار بتاعنا عشان نحط كل الحاجات على بعض بالراحه. ناخد بقى البصلايه هنا
يا دوب تدبل شويه نقوم حاطين عليها الفلفل وكل الحاجات، واحنا حاطين هناك البهارات بتاعتنا مع الثوم، خلاص كده هنشيله على النار وفي الاخر هنقلب كله على بعضه. تمام، يعني احنا ما بنعملش حاجه غير قدامكم اهو. تبرد معايا العجينه عشان اقدر افردها، وبعد كده نحط عليها الكبده، نسيبها تهدى شويه ونحط عليها الكبده. طب يا شيف يسري، ينفع ادخلها الفرن؟ ينفع لو انتوا عايزين تتاكدوا ان هي تستوي اكتر، لكن هي كده الدقيق استوى واحنا حطينا عليه كمان المرق اتشربه، فبقى كله عندي زي الفل. ازود اهو، واحنا في نفس الوقت بقى اهو اروح ابص برضو على الفطيره بتاعتي. حلوه قوي كده، خلاص يعني فاضل لها ثواني، فاضل لها ثواني. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، روعه. تمام، هقفلها واسيبها برضو عشان تلون شويه كمان، وهي طبعا مستويه من تحت وكله تمام التمام. نيجي نحط بقى الخضروات بتاعتنا، الفلفل اهو، واخيرا هنحط صلصه الطماطم عليه وشويه المرقه، نص كوبايه المرقه اللي احنا قلنا عليه، ونسيبه كله يعني يتجانس مع بعضه كده. وبعد كده العجينه دي خلاص كده انا مش محتاج اشغلها، يعني شويه المرق الصغيرين احنا قلنا عليه نص كوبايه مرق، نسيبها تغلي بقى كله شويه يتسبك مع بعض. يا استاذه توحيده، يا سلام عليكم. يا اهلا بحضرتك، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير. ايه الجمال ده والحلاوه دي؟ تسلمي، ربنا يخليكي، ده جمال عينيكم. يسلم ايدك، وكل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبخير دايما، ربنا يخليك. الله يخليك، الله يخليك. تأمريني. الامر لله، انا بتفرج على حضرتك بس وطلبت طلب من انيسه. تحت امرك، حاضر حاضر. الله يخليك. حاضر حاضر، بعد الفاصل هسالها. حاضر، تحت امرك تحت امرك. حاضر، من عينيا من عينيا. حاضر كده، بنفرد الخليط اهو بالراحه في فورمه. عايزين تعملوا فرم صغيره وتحطوا على وشها الحاجات بتاعتنا، مفيش مشكله خالص، يعني زي ما تحبوا. طب يا شيف يرسل، هي دي هتنشف بالظبط 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 5 دقائق؟ هتنشف 5 دقائق، هتنشف معانا وهتبقى بالشكل اللي هوريه لكم دلوقتي حالا اهو. شايفين، بنفرد كده خالص خالص بايدينا، يعني عاملة زي البسبوسة قبل ما ندخلها، وده شكلها بعد ما بردت خالص اهي، الشكل ده. يبقى احنا قبل وبعد، قبل وبعد كده احنا مع بعض. وروح للخضروات اهي قدامكم، الله ينور الله ينور يا ياسر. يعني اي حد هيشوفها يقول لك ده ايه صينية بسبوسة، ولكن دي حاجة حد. انتوا عارفين ان احنا دايما بحب ادور لكم على كل الجديد وكل الحاجات الغريبة، يعني طعمها هيبقى ازاي لازم انتوا تحكموا. طعمها فيها الجبن وفيها الحاجات، ده قبل وبعد، يعني بعد ما تبرد بقلبها الناحية التانية علشان احط عليها كل الخليط بتاعنا. هنا الخضار بتاعي دخل في التسوية، اضيف عليه الكبدة اهي، حلو قوي، ونقلب حلو كده. وبعدين زي ما وعدتكم هنعمل، لو انتوا عايزين، عشان خاطر حد يقول لك اصل انا ما عنديش مايونيز، ممكن نعمل مايونيز، اصل انا ما عنديش كاتشب، خلاص احنا ممكن نحط على وش الفطيره شويه كاتشب من فوق وخلاص اهو. ده بعد ما اضفت الكبده والخضروات والصلصه وكل الحاجات اهي، شايفين عامله ازاي. هروح بقى علشان اضيفها، نغرفها كده بالراحه اهو. بصوا بقى كده، وبعد كده نفرد على الوش. طبعا اما نيجي نقطعها هيبقى كل قطعه عليها الكبده بالخضروات دي، حاجه بجد روعه، تكلفتها بسيطه، يعني كل اللي فيها شويه دقيق سمولينا وشويه الجبنه اللي انا قلت لكم عندنا لما بتنشف هنفرمها ونحطها في الثلاجه او في الفريزر، وكمان شويه من الكبده اللي احنا لما بنشتري الفرخه بيبقى فيها كبده بنشيلها، نجمع شويه كبده كده ونعملها، ويبقى معانا وصفه تمام التمام. يعني زي ما بقول لكم دايما، الحتت اللي هي بتبقى يعني لما بنجيب الفراخ بيبقى فيها الكبده بتاعتها احنا دايما بنشيلها، بعد ما بنشيلها ممكن نستعملها في الوصفه دي، حلوه جدا 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 زي ما انتم شايفين. هنفرد عليها كده، وطبعا نخليها مليانه، وبعد كده نقطعها وهسيب دي تبرد، وبرضه هحط عليها الكبده بتاعتنا. هشيل دول بقى
ونروح اخر حاجه. هبص قبل ما ابص هنعمل ايه، هنيجي هنا نعمل الصوص بتاعنا اللي انا عايز احطه فعلا على الفطيره بتاعتي. هناخد هنا الكاتشب. يا استاذه عائشه، الو، صباح الفل. صباح القشطه. الله يخليك، ازاي حضرتك؟ ايه النور ده بس انا من امتى وانا قاعده دايخه عشان اسمع صوتك؟ احنا تحت امرك، احنا اللي سامعين صوتك ومستمتعين بيه. احنا وحشني صوتك وبحبك بحبك بحبك. الله يخليكي، تسلميلي تسلميلي، ربنا يبارك فيك. ايش ربنا يخليك يا رب لنا كده ويديك الصحه وما تحرمش لا من ايديك يا رب يخليك يا مدام عيشه. انا ببقى سعيد وانا سامع صوتك والله، تأمريني. الامر لله وحده، ربنا يديك الصحه. انا بس كنت عايزه اقول لك كل سنه وانت طيب وحضرتك طيبه وكل سنه كده صوتك منور في الشاشه. ربنا يخليكي، انا اللي سعيد بسماع صوتكم دايما، وبنشكر كل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، لان طبعا انتم معتادين ان يعني مشاهدي تلفزيون الحياه دايما بيكونوا ناس راقيين جدا، واكيد طبعا كل الناس كلها راقيه، بس بيبقى لهم حس خاص كده انا بحبهم يعني كمان، لان تلفزيون الحياه رقم واحد في مصر من زمان وهيفضل طول عمره رقم واحد في مصر. اهو حطيت ايه يا شيف يسري؟ شويه كاتشب وشويه عصير ليمون وكمان شويه عليهم من الهوت صوص واخر حاجه كده وشويه مايونيز، مقادير كلها بسيطه، ونقلب كله مع بعضه كده يديني صوص حلو قوي. لو حابين تاني اهو عشان خاطر محدش يقول لي يا شيف يوسف اصل انا ما عنديش اصل انا ما عنديش، لا، لو حابب نضيف عليه اضافه كده نضيف عليه الصوص ده، طعمه حلو قوي، لازم تجربوه. ينفع لايه تاني؟ ينفع للبيتزا اللي انا هقول لكم مقاديرها دلوقتي. مقادير البيتزا هي عباره عن كيلو من الدقيق عليه معلقه خميره، معلقه سكر، ونص معلقه ملح، وكمان ثلاث معالق زيت زيتون او زيت عادي، علبتين زبادي، كل ده بقلبه مع بعضه، بنزل عليه، وثلاث معالق لبن باودر، بنزل عليه بعد كده بالميه لغايه ما تلم معانا. ارجوكم ما تعجنوش العجينه مره واحده، قطعوها قطع على قد البيتزا اللي انتوا هتعملوها وسيبوها تتخمر وهي قطع. بعد كده بفردها على الدقيق واحط عليها اي توبنج. المشروم علشان احطه على البيتزا ما احطوش ني، اسويه شويه او اشوحه شويه تشويحه في معلقه زبده او زيت، وبعد كده شويه ملح وفلفل وعصره ليمون، حطه على وش البيتزا مع الحاجات اللي انا احطها عليه، لان المشروم ممكن ينزل السوائل اللي فيه او الماء اللي فيه يخلي العجينه نيه. الفطيره اهي روعه الروعه، لونها ده اللي انا عايزه، شايفين اللون؟ مش هتكلم خالص لان انتوا اللي شايفين، شايفين؟ و سمكها اهو وطعمها، وكمان شايفين اهي طريه خالص بس اللون بتاعها اهو ده السمك ومستويه من تحت. مش هتكلم انا خالص، لازم تجربوا اهو. عملنا الصوص. في اسئله تانية ولا خلاص كده خلصنا الاسئله؟ طيب لو في اسئله تانية هنجاوبها ان شاء الله بعد الفاصل. انا عملنا حاجتين، حاجات لذيذه مش مكلفه وحاجات جميله جدا هتعجبكم، لازم تجربوها وتبعتوا لنا على صفحتنا صفحه الحياه تي في. هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض. ما تروحوش في اي مكان لان دايما هتشوفوا الممتع الجديد التعليمي في برنامج مطبخ الحياه مع الشيف يوسي، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض فطيره بالفراخ حلوه قوي، وكمان عملنا فطيره بكبد الفراخ، حاجات كلها بسيطه وسهله ومش مكلفه زي ما بقول لكم كل يوم. يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.